أعلنت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الانضمام لمبادرة مسرع الانتقال الصناعي الداعمة للمشاريع الصناعية الخضراء كأول دولتين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من أجل توسيع نطاق جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي في المنطقة، وذلك بعد النجاح الذي حققته المبادرة من خلال إطلاق برنامج لدعم المشاريع الصناعية في البرازيل خلال هذا العام. بهذه المناسبة قال سعادة السيد عبد الله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة أن هذه الشراكة تؤكد التزام مملكة البحرين بتعزيز التصنيع المستدام بما يتماشى مع استراتيجية القطاع الصناعي 2022-2026، منوها بأن مملكة البحرين تمتلك فرصة كبيرة وواعدة لتعزيز المشاريع الصناعية الخضراء، حيث ستعمل مبادرة مسرع الانتقال الصناعي بالتعاون مع الحكومات الإقليمية وقادة القطاع الصناعي والشركات وجهات التمويل لدعم الاستثمارات في الصناعات الخضراء الناشئة في المنطقة وحشد رأس المال اللازم لتعزيز جهود خفض الانبعاثات الكربونية على المستويين الإقليمي والدولي.